أسعد الله أوقاتكم متابعينا بكل خير. فيديو حصري من حفل إطلاق وتدشين جيتور ترافال سيارة الجيب الجديدة كليا لعام 2023. تم الكشف رسميا عن طراز جيتور ترافال، وستتوفر السيارة الجديدة بإصدارين 5 و7 مقاعد، والإصدار الثالث سوف يأتي فتحة سقف مكشوفة، وسوف تتوفر في الربع الثالث من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت جيتور أيضا عن خطة المنتج التالي، وستكون هناك مجموعة متنوعة من المركبات التي تم إطلاقها، بما في ذلك جيتور ترافال X1 وX2 وبي سيريس وتي سيريس، التحديثات المتعددة للمنتجات، يعني سوف تكون هناك نسخة كهربائية ونسخة عادية ونسخة تأتي بفتحة سقف مكشوف. طبعا هذه الفئات من السيارة شبيهة ومنافسة لسيارة فورد برونوكو. لاحظوا الداخلية فخمة، شاشة كبيرة مقاس 16 إنش OLED. طبعا محرك، هناك محركين واثنين ناقلات حركة لكل محرك، الأول 1.2 لتر والثاني سعة 2 لتر. هذه T1 سيرز مقابض ضبة مخفية كما تلاحظون. طبعا هذه نسخة سوف تأتي كهربائية، درون فوق السقف حركات. لا تنسوا متابعينا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.